نهار آخر وجاء يوم آخر يحمل في قسوته وعنفه ما لا يتحمله بشر. المشاهد في غزة تزداد جحيماً، ومرارة الواقع صارت سماً يتجرعه الأهالي، ليس فقط في كل ساعة وإنما في كل لحظة. هنا وقفت امرأة تنظر إلى بيتها المهدم، شردت عيناها في أثاث منزلها المتناثر في كل مكان، حيث تمتزج الحجارة بالمفروشات. نظرة رعب ملأت عيون هذه السيدة، وانتقلت النظرة إلى وجه طفلة لا تدرك عينها ولا تستوعب ما تراه. جاء وداع آخر، وقف الأحباب يبكون من فقدوهم، انتفاضات بكائهم صاحبتها انتفاضات من أصوات القصف المستمر. بعضهم لم يقوى على الوقوف فجلسوا بجوار جثامين أحبائهم، منهم من يلقون على من استشهدوا نظرة وداع أخيرة وطويلة، وأحدهم أخذ يربت بيديه على الجسد الميت الممدد على الأرض، وشيخ يرفع يديه بالدعاء لمن سبقوا إلى رحمة الله. وفي أحد شوارع غزة التي أغرقت بمياه الأمطار والركام، يتسارع الأهالي لترك أحد الملاجئ المهددة بالقصف، ولأن الملجأ كان مستشفىً فإن رجال الإسعاف يدفعون بسرير مرضى تستلقي عليه امرأة مصابة، وفي ملجأ آخر تغرقه المياه أيضاً. يتحدث النازحون عن غياب الطعام وكيف صارت برتقالة واحدة تسد جوع يوم كامل. وفي مخيم يملأه البؤس جلست عائلة تحاول نيل أي نوع من التدفئة من الحطب، فبرد الشتاء يكاد يقتلهم ومياه الأمطار أغرقت خيمتهم. لم يعد حلمهم العودة إلى المنازل، لقد تغير الحلم بأن يتوفر لهم مأوى أفضل ولو قليلاً. أما هنا فتشرق شمس ربما ترسم بسمة وتحيي أملاً. أطفال يلعبون في مشهد غير متناسق بين الألعاب الزاهية الألوان وما يحيط بهم من خيام، بدلاً من أن تحتضنهم الحدائق والأزهار، لكنهم لا يعيرون الدمار حولهم اهتماماً، كما هؤلاء الأطفال في أحد المخيمات الذين وقفوا بالعشرات ليغنوا معاً: جنة يا وطننا، يا وطن يا حبيب، يا بو التراب الطيب. جنة 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 جنة، تسلم يا وطننا، تسلم يا وطننا.